كانش فيه تنظيم للوزارة. دلوقتي ادي تنظيم بتاع الوزارة. إعادة هيكلة الوزارة. إعادة هيكلة الوزارة. زي ما حضرتك قلت بالظبط، هيكلة الوزارة هي بترتبط بعمل. عمل هذه الوزارة هو عبارة عن تنمية محلية وإدارة محلية. يعني إيه تنمية محلية؟ يعني تنمية لكل بقعة في أرض مصر. عربة. كويس؟ تبدأ بالغلابة. كويس؟ الفقراء، الأميين، اللي هم الأكثر احتياجاً لما لهمش صوت، وبتشمل كل مناحي التنمية الموجودة في كل قرية، كل مركز، كل مدينة في جهة مصر. الكلام ده عشان يتعمل مش ممكن وزير يعمله، ومش ممكن وزارة تعمله، لكن الوزارة بطبيعتها بتعرفها هي وزارة تشاركية. نجاحها هي في نجاح عمل شراكات ومشاركات تخدم التنمية والإسراع بالتنمية في مصر، سواء تخطيطا أو تنفيذا. يعني عايز تنمية زراعية لازم تعمل شراكة مع إيه؟ مع وزارة الزراعة. عايز تنمية صناعية لازم تعمل شراكات مع وزارة الزراعة. عايز تنمية لازم عشان في الآخر خلاص تتحقق إيه؟ التنمية والإسراع بالتنمية. إحنا دلوقتي متبنيين ببرنامج مع دعم مصر إن إحنا نعمل 1000 مصنع في 1000 قرية. اختاروا المشروع ولا انتم اللي بتفكروا في خلق مشروعات تناسب مع البيئه اللي موجود فيها؟ الناس اللي بتختار المشروع، واحنا بنساند بنساعد بنوعي في مجالات مشروعات. يعني عندك ايه؟ عندك مشروعات ممكن توفر 200,000 فرصه عمل في قطاع الزراعه. ده صحيح. كويس؟ والخطه موجوده ومجالات المشروعات موجوده. اتفضل يا فندم. عندنا ريف ولا ما عندناش ريف؟ عندنا ريف. الحمد لله عندنا عجز في المشروعات الزراعيه ولا ما عندناش؟ ده هو ده المصيبه الكبيره. اتفضل يا فندم. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، منطقه بئر العبد. كويس؟ حضرتك انت عارف ان في ظرف اسبوعين اتعمل اسمه ايه ده في منطقه واحده. منطقه واحده صوبه فيها 10 اسمه ايه ده 10 احواض زراعيه قالت بيها وزاره الزراعه والثروه السمكيه. واخد بالك؟ بتنتج 10 طن كل 3 اشهر سمك سمك. يعني 40 طن في السنه يوفروا لك كام فرصه عمل دول؟ يطلعوا فلوس قد ايه؟ هو في حته في مصر مش محتاجه انتاج بروتيني؟ في حته في مصر مش محتاجه سمك؟ متى تتوقع يعني امتى تتوقع قدامنا مدى زمني قد ايه لغايه ما المواطن يروح يطلع رخصه بناء فبدل ما كانت بتقعد 140 يوم فبتقعد 9 ايام؟ 6 اشهر. و 6 اشهر تبدا التنفيذ. قد ايه الضمان انه مش هيدفع فلوس من تحت الترابيزه كما كان يحدث ده؟ ان شاء الله كل حاجه جديده تتعمل من غير ما ايه؟ من غير حتى لا يعطلها احد. حضرتك بنحاول في كافه المجالات ان نقطع العلاقه ما بين اللي هي المواطن وما بين مقدم الخدمه. حضرتك هناك قرار السيد رئيس الجمهوريه لمنشد لن تحدث تعديات، لن يسمح بتعديات في مصر على الاطلاق. الدولة المصرية مرسلة في كافة اجهزتها مسؤولة عن تنفيذ هذا التوجه وهذا القرار. الحكومة هي جزء، لجنة استرداد الاراضي جزء، قيس القوات المسلحة، الشرطة، قطاع العدالة، الدولة المصرية. تمام؟ احنا في دورنا في تنميه محليه باعتبار المحافظات ان ده دور رئيسي للساده المحافظين، كل محافظ مكلف ان ده تحدث تعديات مره اخرى في كل محافظه. كل محافظ مكلف كويس ان بعد القانون دي وطلع لائحته التنفيذيه والدليل ان يتم تقنين الجاد من هذا. يا فندم هيتقطع رقبته ومش هيخش عمل مره اخرى في اي حته. اي واحد يتواضع. كويس؟ جميل. في حاجات احنا بنتكلم، انت على فكره الموضوع بتاع التعديات دي ويا ريت تقولها، انت بترسخ لمنظومه قيم جديده للمجتمع بيقودها رئيس جمهوريه. بيقول لك يعني ايه؟ كويس؟ الشرف، الاخلاص، العطاء، الاحترام، كويس؟ الطهاره، بس منظومه قيم. فأي حد هيفرط في منظومة القيم ديت هيدق هيتحاسب.